مساء الخير. اليوم بهذا الفيديو رح نتعلم كيف أعمل على تلفون الزونتل XT19P أو تلفون الزونتل XT22G نغمة مميزة أو رنة أو رينجتون للاتصال الخارجي أو ورنة مختلفة للاتصال الداخلي. يعني لو أنا رنيت على تلفون الزونتل XT22G داخليا حترن رنة رينجتون، وإذا حد اتصل على البدالة من موبايل أو رقم خارجي رنة مختلفة على هذا التلفون رح تشتغل. عشان أنا كمستخدم أعرف لو أنا مش قدام التليفون، مجرد ما أسمع الرنة راح أعرف إنه الاتصال خارجي أو الاتصال داخلي، اللي إحنا بنسميها خاصية distinctive ringtone. distinctive ringtone يعني النغمة المميزة. فأول إشي راح أروح على البدالة بعد ما أعمل call control، بعد ما اروح على الانباوند روت زي ما احنا شايفين هون distinctive ringtone راح اسمي اسم out. طبعا هاي الفاليو لازم تكون نفسها موجودة على الاي بي فون، والكابيتال والسمول لتر بيفرقوا، ولازم ننتبه كيس السنسيتيف بهاي الحالة. وراح اخده كوبي، بعد هيك راح اروح على تليفون الزونتل XT22G او XT19P. بعد ما اعمل لوجن هروح على فون سيتينجز، بعد هيك على اوديو زي ما احنا شايفين هون alert info ring settings، راح احط فيها الفاليو اللي هي موجودة على الانباوند روت، وراح اختار الرينج تايب. لو فرضنا انه الرينج تايب للانترنال كولز هي 4 على التليفون، راح اختار رينج تايب 8. هيك اي مكالمة خارجية او رقم خارجي بتصل على البدالة رينج تايب 8 رح تشتغل على التليفون، او اذا التليفون داخلي اتصل على الاي بي فون اللي احنا شايفينه قدامنا رح ترن رينج تايب 4. فهيك انا عملت رنة مميزة للاتصال الخارجي، والديفولت رينج تون حتكون للاتصال الداخلي. شكرا.